هي شريف، خلصت القصة لحد يقولوا لي أعمل. يا عيني عليك يا سلمى. إيه رأيك في اللي سمعته؟ نبتدي بالأب. عايز أسأل سؤال، الأب اللي بيضرب بنته ومراته ويطردهم بره البيت في نص الليل، في نص الليل، دول لحمك، فين رجولتك؟ فين النخوة؟ أنت إزاي حضرتك بيجيلك قلب إن ضناك ضناك ومراتك اللي أنت اتجوزتها على سنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تفتح باب البيت وتطردهم في وسط الليل؟ أنت هتنام إزاي؟ يعني هتحس بإيه؟ هما راحوا فين؟ بردانين، شبعانين، جعانين، هيتعكسوا، حد هيتحرش بيهم، منظرهم إيه قدام الجيران؟ منظرك أنت إيه قدام الجيران؟ أنا عايز أفهم، يعني الأب ده جاب ال 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 جبروت؟ لا ده جبروت، ده وحش، ده قلب وحش. لا، جاب عدم الرجولة كتير قوي دي منين؟